بعد سنتين ونصف من دخول القانون الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، الحكومة اليوم تدرست أولا الحصيلة، حصيلة إيجابية لاستعمال المواد التقلصة بشكل كبير، يعني الاستعمال ديال المواد الأولية، بحيث أنه تراجعت ب 50%، بمعنى 35 ألف طن اللي وقع، التي هي يعني الكميه التي بها تقلصت المواد الاوليه التي تستعمل في المجال ديال الاكياس البلاستيكيه، بعد ان كانت قبل دخول هذا القانون في حدود 70 ألف. في نفس الوقت تم دعم المقاولات الصناعيه التي كانت تشتغل في هذا المجال، 15 مقاوله صناعيه واستفادت من تحويل النشاط، و16 المقاولة استفادت من دعم في إطار تنافسية المقاولات، والغلاف المالي الإجمالي حوالي 130 مليون درهم، وهذا كان عنده أثر إيجابي، بحيث أحدثت حوالي 2000 أزيد من 2000 منصب شغل. في نفس الوقت كان مجهود كبير على مستوى تكثيف عمليات المراقبة، أزيد من 740 ألف عملية مراقبة تمت، ولهذا بدأنا نلحظ التقلص ديال استعمال الأكياس البلاستيكية والتراجع ديالها مثلا في الأسواق الكبرى، في القطاعات المنظمة، في الطبيعة أيضا، لأنه دارت عمليات ديال الجمع. لكن في نفس الوقت في الأسواق التقليدية وعند عدد من الباعة المتجولين مازال نلحظ استعمال، مازلنا نلحظ استعمال الأكياس البلاستيكية. ولهذا الغرض جاء الآن الوزارة اعتمدت برنامج يقوم أولا على تطوير التشريع المنظم لمنع الأكياس البلاستيكية عبر تشديد العقوبات وإضافة اختصاصات جديدة للأعوان المكلفين بالمراقبة وتتبع مسار استيراد المواد البلاستيكية التي تستعمل في أغراض أخرى غير الأكياس البلاستيكية. ثانيا تكثيف عمليات المراقبة وإطلاق عمليات تواصلية جديدة. السنتين ونصف كانت حصيلة إيجابية، ولكن ما زالت هناك تحديات ينبغي رفعوها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.